أقدمت ميليشيات الحوثي قبل أيام على اقتحام قاعة احتفالات وإيقاف حفل تخرج لدفعة من طلاب وطالبات جامعة صنعاء واختطاف العشرات من الخريجين بدعوى الاختلاط. احتفالات التخرج من الجامعات في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي الانقلابية تحولت إلى تظاهرات وطنية تهز وجدان اليمنيين طربا وترتعش منها قيادات الميليشيات خوفا. فمع كل محاولات ميليشيا الحوثي لتجريف الهوية الوطنية والجمهورية تحيي احتفالات التخرج الأغنية الوطنية المغيبة لتلهب المشاعر وتعزز الروح الوطنية لدى الجميع. يا ماردان في هامة التاريخ يقهر المحن والصانعان أيلول الصنعاء وتشرين عدن الاحتفالات دفعت ميليشيا الحوثي إلى استحداث ناد للخريجين في جامعة صنعاء في خطوة للسيطرة على احتفالات الطلاب التي أخذت تنحو منحا وطنيا أرق الميليشيات لتوجيهها بما يخدم انقلابها وتوجهها الطائفي والفصل بين الطلاب والطالبات في الاحتفالات واستمرار تحكمها في المشهد الجامعي. الخطوة الحوثية لاقت استياء واسعا في أوساط الطلاب الذين أكدوا أنها استباقية للاحتفالات التي يتم الإعداد لها في كثير من الأقسام والكليات والتي تتجه للسير على خطى الاحتفالات التي أحدثت صدى واسعا لملامستها الهم الوطني الواحد لليمنيين. وليس في صفوفنا من يزرع الفتن.